السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا مشاهدينا من كل مكان، أهلا بكم جميعا بالقناة. النهاردة في الفيديو بتاعنا هنتكلم عن اختبار الحمل اللي بيخطئ. هو في اختبار حمل بيخطئ؟ طبعا بنسمع سيدات كتير بتعمل اختبار حمل ويطلع إيجابي وبعد كده تيجي الدورة أو ما يكونش في حمل أصلا، وفي سيدات تاني بتعمل اختبار حمل ويطلع النتيجة سلبي والدورة بتتأخر وتروح تكشف تلاقي نفسها حامل. تعالوا مع بعض نتعرف امتى بيظهر اختبار حمل ايجابي خاطئ وامتى بيظهر اختبار حمل سلبي خاطئ، فخليكم معنا لنهاية الفيديو. ولو انتوا بتشوفونا اول مرة شرفونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد. اختبار الحمل المنزلي ممكن يبقى ايجابي خاطئ، وده بيحصل في حالات لو كنت بتعملي اختبار الحمل ده خلال 8 اسابيع من الاجهاض. يعني بعد الاجهاض المفروض لما تعملي اختبار حمل تطمني انه عدى بعد موعد الدوره فتره كافيه، عشان لو عملتيه خلال 8 اسابيع او بعد الاجهاض يعني خلال 30 يوم او بعد الولاده مثلا هيديكي هنا ايجابي خاطئ، وده بيحصل. عشان في بعض السيدات بتجينا المعمل او تكون هي لسه معاها بيبي عمره شهر او اثنين وتيجي تعمل اختبار حمل، بنلاقي انه اختبار الحمل هنا ايجابي ولكن هي عندها الدوره متاخره بسبب الرضاعه، ولكن لا يوجد جنين. لو عملت برضو اختبار الحمل ده بعد حمل عنقودي، الحمل العنقودي بيفضل هرمون الحمل ده في الدم فترة قد تصل إلى سنة، وينفعش برضو في الحمل العنقودي إنك إن أساسا تحملي إلا بعد أن ينخفض مستوى هرمون الحمل ويعود إلى مستوياته الطبيعية. يبدأ تاني حالة بيدينا إيجابي خاطئ حالات اختبار الحمل بعد حمل عنقودي. طب لو انت برضو بتاخدي ادويه لتنشيط المبيض اللي هي بتحتوي على هرمون الحمل زي الابر لتفجير البويضات، ده بيدينا ايجابي خاطئ. لو اختبار الحمل اللي انت بتعمليه ده بيكون منتهي الصلاحيه بيدينا ايجابي خاطئ. لو في بعض الاورام الخبيثه اللي هي ممكن تفرز هرمون مثل هرمون اختبار الحمل فبيدينا ايجابي خاطئ. طب دي الحالات اللي بيظهر ايجابي خاطئ، ما هي الحالات اللي بيظهر سلبي خاطئ؟ ده بيحصل في حالات، ومنها لو كنت عاملة اختبار الحمل ده في موعد قبل الدورة، يعني عملتيه في موعد قبل الموعد المتوقع للدورة الشهرية فده هنا بيدينا إيجابي سلبي خاطئ. لو البول كان مخفف، عشان كده يفضل عمل عينة البول في الصباح لأنها بتحتوي على كمية عالية أو كمية كبيرة من هرمون الحمل. طب أحيانا بيظهر إيجابي وبعد البريود وبعدين البريود تيجي، يعني عملت اختبار الحمل ويوم واثنين جات لك الدورة. إيه معنى الكلام ده؟ دي حاجة بنسميها حمل كيميائي كيميكال بريجنانسي. ويعني إيه يعني الحمل الكيميائي ده؟ يعني البويضة اتخصبت ولكن الحمل ما كملش لسبب ما، وده بيصنف تحت مسمى الإجهاض. طب في حالات خارج الرحم، أغلب حالات الحمل خارج الرحم بيكون معاها اختبار الحمل إيجابي لكن أحيانا بيكون سلبي، عشان كده لو الدورة الشهرية فضلت متأخرة والاختبار الحمل طلع عندك سلبي يفضل استشارة الطبيب وعمل السونار عشان يتأكد إنه هنا مفيش حمل خارج الرحم، وخاصة في حالة وجود آلام شديدة أسفل البطن ونوبات إغماء ومغص شديد. طب الافضل في ده كله انك انت بعد غياب الدوره الشهريه بيوم باسبوع على الاقل تعملي اختبار الحمل عشان تكوني مطمنه بنسبه 100% من نتيجه اختبار الحمل بتاعك. دي اهم الحاجات اللي ممكن تقابلنا في عمل اختبار الحمل، عشان كده لازم نطمن ونعمل اختبار الحمل في موعد محدد واللي هو بعد تاخر الدوره الشهريه.